Hi, welcome. How are you? I hope you are okay. So I find myself when I talk with camera and with my fellow. أنا أجد نفسي عندما أتحدث أمام الكاميرا وكذلك عندما أتحدث مع المتابعين. So I feeling good. أنا أشعر شعورا جيد جدا. In this life you need know something. Things. في هذه الحياة أنت يجب أن تعرف بعض الأشياء about physiological and about literature and about the history. Yeah, أنت تحتاج إلى معرفة بعض الأشياء حول التاريخ وكذلك علم النفس وكذلك الأدب. And so much scientific والكثير من العلوم. So horrible dreams يعني الحلم المزعج. And thinking about something don't understand you. So هذه أحلام مزعجة عندما يكون هناك شخص لا يفهمك. And something يعني بعض الأشياء أنت لم تكن تريد قولها ولكنك رغم ذلك قلتها. في هذه الحياة هناك الكثير من الأمور المعقدة. Yes, complicated about human psychological. So, don't forget subscribe because I in future I making new ideas about different subject. لا تنسى من فضلك الاشتراك وإن شاء الله في المستقبل سوف أقوم بنشر العديد من المنشورات التي سوف تنال إعجابكم إن شاء الله. See you next time وشكرا.